برنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، وفي حلقتنا بعنوان الأسرة في الإسلام في عددها 28 إن شاء الله تعالى، ومع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. فنحييكم إخوتي أخواتي، وقبل أن نبدأ مع فضيلتي نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. فننتظر إن شاء الله تعالى اتصالاتكم بعد مضي 25 دقيقة من بداية البرنامج. فنرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صلى أحفظكم شيخنا، متعكم بالصحة والعافية شيخنا. في الحلقة الماضية يعني تكلمنا، بدأنا في معنى الحضانة وحكمها، وتحدثت حضرتك عن هذا الموضوع، وتناولنا بشيء يسير وقليل جدا، ولعل اليوم نتمه يعني بإذن الله عز وجل، وهو ما الذي تتعين عليه الحضانة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا نعم عن الحضانة، وعرفناها يعني لغة واصطلاحا، وتحدثنا عن الاختلاف الفقهي في من هو من أجله جعل الشرع هذا الحكم في الحضانة، هل هو للحاضن أو للمحضون أو لهما أو للمجتمع المسلم. قلنا هذا كله في نستثني منه حالة وجود العصمة مستمرة بين الزوجين، فإن الحضانة لهما وعليهما. نعم. ثم تحدثنا عن هذه المسألة تعنينا، هذا الترتيب للحاضنين يختص بمسألة الوفاة والطلاق. وقلنا الأحق بالحضانة أولا هو الأم. نعم. فإذا كانت الأم موجودة وغير متزوجة فهي أحق بهذا المحضون. نعم، الأم. ويأتي في الترتيب بعد ذلك أم الأم. نعم، الجدة للأم. نعم. وأمهاتها كذلك وإن علت. نعم صحيح، وإن علت. إذن الأم وأم الأم وإن علت تستمر إلى ما شاء الله إذا كانت حية. ثم بعد ذلك تأتينا الخالة، خالة المحضون، أخت أمه. ثم بعد ذلك خالة أمه. تحول سبحان الله، يعني هو ترتيب عجيب، يعني أحيانا لا تستطيع أن تجد السبب، خصوصا يعني بتفكير عادي وبديهي. سبحان الله. نعم، كل ما جهة الأم يعني سبحان الله. أي طبعا طبعا، لأن قلنا تكلمنا على الحلقة الماضية. نعم. يعني وقلنا عادة النساء قلنا أنسبوا لهذا الأمر بسبب قضية الشفقة والحنان. نعم، التي تحملها الأنثى بعكس الذكر، والذكر مشغول أيضا
بأمور أخرى خارج البيت قلنا. أي نعم. والمحضون يريد شخصا معه. صحيح. نعم يتفقده في كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي الأم فأم الأم، نعم، وإن علت قلنا، ثم خالة المحضون، ثم خالة أمه، بعد ذلك خالة أمه، فإذا لم توجد هذه فعمة الأم، وليست عمته. عجيب. إيه، لأن كل قاعدين تبع الأنثى. نعم. لأن كان قلنا عمته معناها ذهبنا إلى الأب. صحيح. في طريقها الأب، أب المحضون، لكن لا يعني عمة الأم متسلسلة في الإناث. نعم، عمة الأم. ثم تأتي في المرتبة التي بعدها جدة المحضون لأبيه، أم أبيه، يمكن في المرتبة الأخيرة. لا هي ما هيش أخيرة، لا، لكنها بعيدة. بعيدة فعلا، بعيدة، لكن ليست أخيرة، أخيرة سنعرفها إن شاء الله. إذن جدة المحضون لأبيه، أي أم أبيه، نعم، وأمهاتها، نعم، جدات السلسلة، نعم، أم الجدة، أم الجدة من قبل الأب، نعم، تأتي بعد الجدة مباشرة للأب، نعم، أمها وأم أمها إلى آخره. ثم نصل إلى قضية بعض الذكور وهو الأب. يأتي ترتيب الأب هنا، أب المحضون، سنعرف بعض الشروط طبعا. نعم. إذا كانت حولت الحضانة للذكر عندنا بعض الشروط سنذكرها إن شاء الله، لكن في حالة ما توفر فيه هذه القيود يأتي الآن مرتبة الأب هنا. هذا الشيخ إذا تنازع عن المحضون، تنازلت مثلا، صارت تنازلات يعني مثلا. نعم نعم. إذا قلنا إن الحضانة من حق الحاضن، فإذا تنازل عنها لغيره يمشي الحال، نعم، تحول إلى غيره، لكن الشرط الوحيد ألا يبقى بدون حضانة قطعا، ولأن مسألة أحيانا ربما يسقطون حضانتهم جميعا. بالضبط. فلا يصح هذا. الشرع يلزمهم، يلزم الأول فالأول، نعم، حالة التنازل الكامل أو الإسقاط الكامل، نعم. إذن الأب هنا يأتينا، ثم يأتي بعد الأب في الترتيب أخته، أخت المحضون، مش أخت الأب، نعم، أخت المحضون تأتي في هذا الترتيب. ثم عمته، نعم، تتأخر حتى هي عمة المحضون وهي أخت أبيه. ثم تأتي بعد ذلك فعمة أبيه، نعم، عمته ثم عمة أبيه، نعم، أصبحت عندنا العلاقات بالذكور، نعم، من اللي ذكرنا الأب، نعم نعم، انتقلت القضية هذه، نعم، نعم، أيوة، نعم. بعد عمة أبيه خالة أبيه، خالة أبيه، نعم، بعد عمة أبيه خالة أبيه، نعم. يا شيخنا ممكن هذا، ممكن نتجاوز هذه، ممكن لعلها الترتيبات أو المراتب هذه تتجاوز إذا كان مثلا الجميع قالوا لا، خرج واحد من جهة الأب بعيد، ممكن تسقط عنهم كلهم ويأخذ هو هذه الحضانة. لا إذا أسقطوها. إيه سقطوها، نعم. ما أحيانا المنازعات أحيانا كبيرة. بالضبط. في 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 من يريد الحضانة أحيانا، ويوجد في البشر من لا يريدها. نعم، فهذه كلها موجودة، ولذلك أحيانا يكون تنازع في من يأخذ المحضون، كلهم يطالبوا به، وبالتالي تأتينا مرتبة أخرى إذا تساوى الحاضنون، مرتبة واحدة، الخالات أكثر من واحدة، وإذا العمات أكثر من واحدة، كلهم يطالبون. أيوة مثلا، أيوة، وهذا شيء طيب، إذا صحيح، يقولهم الرحمة والشفقة يعني. صحيح. أي أيوة والله. بعد ذلك تأتينا بنت الأخ، بنت أخي المحضون، نعم، بنت أخي المحضون، نعم. ثم بنت أخته، بنت أخيه ثم بنت أخته. العجيب هنا يعني القرابة الذكرية تقدمت، نعم، بنت أخيه ثم بنت أخته، نعم، صحيح.
ثم بعد ذلك يأتينا مسألة أخرى بعيدة عن قضية القرابات، وهو الوصي. تارة يعني الولي، ولي الطفل هذا المحضون له وصي يوصي به، يقول يعني وصي فلان يأتي في بهذه المرتبة بعد هؤلاء جميعا، مش من الأول كان هو وصي خلاص. لأن الوصي عنده أحكام كثيرة في الشرع الإسلامي، أحيانا له التقدمة على غيره. مثال ذلك في قضية صلاة الجنازة، إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه فلان هذا له الأولوية. نعم، فإذا الوصي أحيانا يكون مهما جدا وله ترتيب معين. هنا في الحضانة لا، ترتيبها متأخر. يأتي بعد الوصي الأخ، أخ المحضون. وهنا عندنا وقفة مهمة وقف فيها أهل العلم وعندها أهل العلم، وهي مسألة الترتيب الإخوة كالآتي: الأخ الشقيق هذا أولى، ثم الأخ للأم، ثم الأخ للأب، بعكس قضية الميراث. نعم، ميراث الشقيق نعم مقدم، أنه لا يحجبه الأخ للأب، ولكنه مقدم في الكلام. الشقيق فإن تساووا فالشقيق أولى لأنه بالقربتين أدلى، نعم هكذا في الميراث. لكن في الحضانة الشقيق ثم الأخ للأم، نعم، ثم أخيرا الأخ للأب. أيوة، يأتي متأخر. لكن شيخ نحن عادة في الأعراف عندنا وفي العادات يعني ممكن الناس لا تتنازع إلا أحيانا قليل، فيأتي إذا ما لا يوجد الأب والأم يحتضنه أخوته يعني في البيت، يبقى في البيت يعني الأخ هو واحد منهم. لكن إحنا عند التنازع، عند التنازع هذا الترتيب كله. الترتيب عند التنازع أيوة. نعم. أما إذا كان أسقطوا حضانتهم فترتيب تكون لمن بعدهم. نعم. وهكذا. نعم، إذن عندنا الإخوة فهمناهم، ثم الأخ لأم يعني. إيه؟ أيوة آخر شيء الأخ للأم. نعم. لا، آخر شيء الأخ للأب، الأخ لأب، الأخ إيه؟ الأب. نعم، نعم. صحيح. ثم بعد ذلك الجد، الجد للأب، الجد أبو الأب. إيه؟ أبو. نعم. الأب. نعم. ليه مرتبة الحضانة. نعم. ثم يأتي ابن الأخ، ثم يأتي ابن الأخ. رأيت الجد تخلل بين الأخ وابن الأخ، ولأن الجد مع الإخوة أحكامه كثيرة. نعم، وبالتالي حتى الخلاف فيه كبير جدا. صحيح. أبو أو منزلة الأب أو لا يعني. أبو حنيفة يعتبر فيه أبا. نعم، وبعدنا أبا يسقط الإخوة جميعا في الميراث. بينما الإمام مالك والإمام الشافعي عند يعني يتقاسم مع الإخوة. نعم، يتساوون من حيث القرابة مع قليل من الفرق يفضل فيه الجد، ولكن لا يسقط أحدهما الآخر. نعم. نعم. إذن يعني ثم أما ابن الأخ في الميراث فهو يأتي في مرتبة بعد الأخي، بعد الجد والأخي والأخي. ولذلك حتى الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق. نعم. نعم. فهذا الترتيب متاعهم في الميراث. في الحضانة الجد أولا، رأيت ما يكونش معه الأخ. نعم. ثم يأتي بعد ذلك الأخ، ثم يأتي بعد ذلك عفوا الأخ والأول، ثم بعد ذلك الجد. نعم. ثم بعد ذلك ابن الأخ. ابن الأخ. أيوة. نعم. إذن الجد في مرحلة الحضانة الوسط. أيوة. الوسط. نعم. نعم. ولذلك الشيخ علي الأجهوري رحمه الله تعالى، نعم، عند نظم يقول: بغسل وإيصاء ولاء جنازة، بغسل وإيصاء ولاء جنازة، هذه أمور كلها شرعية معروفة. نعم. خيرهم هدم بالنسبة
الجد نعم الجد ماذا يفعل؟ نعم الجد مازال معه حاجات أخرى، هذه نكاح زيادة على هذا، الولاء والجنازة والإيصاء والنكاح معها، والنكاح نعم كله؟ إيه هذهم كلهم نعم. أخا وابنا على الجد قدمي، هذا يتقدم على الجد سواء الأخ والله ابن الأخ واثنين نعم. وعقل كذلك عقل أيوة عقل العقل إيش معناه نعم. معناها يعني فيما يتعلق بالديات العاقلة العاقل بالضبط عقل نعم. معناها دفع الدية نعم. إيه وعقل حتزيهن ووسطه بباب حضانة أيوة هذه اللي احنا الشاهد في الموضوع توسط الجد بين من ومن بين الأخ وابن الأخ أيوة نعم احنا غرجبناها هيك وخلاص جميل جميل. لكن المهم ايه؟ أن الأخ ابن الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ نعم. نعم ثم العم ثم ابنه في الحضانة كويس كأن سائل يسأل يعني أين الجد من قبل الأم تمام نعم. قالوا لا حضانة له سبحان الله وبحمده يعني الأخوان حتى هم لم يذكروا أيوة الأخوان نعم وبهذه المناسبة نعم. وأين الخالو أين الخال قالوا ليس حاضنا سبحان الله أيوة بحمده نعم والله أيوة. شيخ لكن مرات والله يقوم به الخال والحضانة يقوم بها يعني عجيبة جدا كم من الناس حضن ابن أخته ورباه وعلمه صحيح لكن لم ينكروا عليه الآخرين بقي وخلاص يعني صحيح نعم هذه قضية أخرى إذا كان نعم. هو سلموا لواحد ليس له حق حضانة نعم. صارش تنازع يعني ولا وشيء آخر نعم. مهم وهذا يذكره الفقهاء عند تساوي الرتبة أيضا بين الحاضنين فهل تنازع كله لا تساوى الحاضنون في رتبتهم معنى إخوة مجموعة إخوة طيب. أو أخوات مجموعة أخوات نعم. أو عمات أو خالات رتبة أحيانا سوسوا يكونوا موضوع القرابة يعني أي قرابة سوسوا طيب كان له خمس خالات أي بالضبط وكلهم يبوا يريدون أن أن أن, أن يأخذوا هذا المحظور تدخل القرعة يعني هذه تدخل القضاء القضاء يدخل القضاء ويدرس المسألة من حيث يعني الشهادات وما إلى ذلك أي أيهن أو أيتهن أكثر شفقة ولذلك شيخنا المحور هذا السؤال ما هي الشروط التي يجب توفرها في الحاضن يعني ما هي الشروط التي يجب توفرها في الحاضن نعم بالضبط هذه شيخ أظنها مسألة مهمة جدا صحيح نعم إذن إذا تساووا يعني إذا تساووا القاضي يفصل في الموضوع يختاروا الأكثر شفقة وحنانا وأنسب لهذه المهمة وهذه بشهادة الشهود والجيران وغيرهم نعم لأن بعض النساء شريرات أي أيوة والله وهذه تضيع المحضون ضيع المحضون نعم, نعم. لا حتى يا شيخ أحيانا الأسرة نفسها سيئة الأخلاق يعني نعم. يطلبون هذا الطفل يعني. وهو أسرة مثلا لا يأمن عليها في تربية الطفل هذيك جينا في مسألة أخرى وهي التي تحدثتم عنها قبل ثواني نعم وهي قضية شروط الحضانة يعني الحاضن ما هي شروط توفر فيه إيه؟ نعم زيادة على القرابة اللي حكينا عليها نعم أولها العقل فلا يصح أن نسلم المحضون لمجنون ولو كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا أخرى نعم هذا ما يستطيع حتى رعاية نفسه ربي هذا أي بالضبط إذن العقل هو الأول نعم الشيخ لما تذكر الآن هذه الشروط أنت تذكر على المستويات التي ذكرناها فيما سبق هذه ذكرناها اللي هي الذي تتعين عليه الحضانة لو جينا مثلا واحد توفى والمحضون موجود الخالة موجودة لكن الخالة غير أهل صحيح هنا لازم نشوفها الشروط أيوة طيب. تنتقل لغيرها فإذا كان لغيرها حتى ما توفرت الشروط اللي بعدها تنتقل اللي بعدها وهكذا نعم أيوة هذه الطريقة جميل إذن العقل العقل مهم ثم بعد ذلك الكفاءة يعني أن تكون كفأ للقيام بهذه المهمة نعم مش كل إنسان يصلح له الحضانة وقلنا هي قضية الأنثى مهمة جدا الذكر ما يستطيعش نعم غير كفو
لماذا غير كفؤ؟ لأن عنده أشغال أخرى. صحيح. لا يستطيع أن يلتزم البيت يعني أي والله. فترة طويلة فيه لم يستطيع أن يلتزم البيت نهائياً. صحيح. نعم نعم إذا عندنا الكفاءة. العقل والكفاءة. شيخنا الكفاءة تخش فيها تدخل فيها مثلا إذا تساووا مثلا أو بتنتقل لقنا الفقير هذا لا يستطيع لكن لقنا الثاني غني الذي بعده هل هذه تعتبر من الكفاءة حتى يستطيع لا أن لا لا, لا, لا إذا تدخل. كان إلا إذا كان الفقر مذقع بحيث ما يقدرش يدير شيء نعم. لكن هو إحنا عندنا مسألة أخرى ستأتينا وهي هو من الذي ينفق على المحضون مش الحاضن لا لينفق على المحضون الأولياء متاع نعم. كان هو عند كان الأب ما زال موجود أيوة. الأب والجد وما إلى ذلك نعم طيب. هذا هم اللي لهم اسمه إذن العقل والكفاءة إيه. ثم الأمانة لأن هذه مهمة عظيمة لأن احنا الأمانة هي مطلوبة حتى في من استودعته مالا زي بتحط وديعة عند حد تضرب ألف حساب لقضية أمانته فما بالك في البشر صحيح أه؟ ستودعه يعني طفلا والله أعظم الأمانات بالضبط نعم والله أعظم الأمانات نعم الله. أعظم الأمانات فعلا والله أعظم نعم مش قضية سهلة هذه نعم الله الأمانة نعم, نعم. ثم إن التي بعدها هو مع بعضها إن الحقيقة مش قضية ترتيب أمن المكان وأنت تكلمت بعد قبل قليل عن مسألة شبيهة بهذه قلت لو كانت البيئة فاسدة وكذا ايه بالضبط آه وحدث يا شيخ والله ايه طبعا يحدث هذا ايه أمن المكان مهم جدا المكان الفعلي اللي فيه المحضون وما يحيط به مرات المكان معقول لكن البيئة الفاسدة يعني مجرد ما يبتدئ المشي الطفل والله غيرها يختلط بمجتمع فاسد شرير فيخرجوا يعني غير سويين طبعا. نعم ولذلك هذه مسألة مهمة أمن المكان نعم بعد ذلك الرشد ألا يكون سفيها لأن هي قلنا أمانة عظيمة ولذلك لازم يتوفر فيها الرشد وإذا كان الرشد متوفر حتى في الماليات نعم ها؟ نعم أين آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم صحيح فما بالك البشر الكبرى صحيح ايوه الرشد مهمة جدا إذا السفيه ما نسلمولاش المحضون نعم والسفه هو متنوع السفه الحقيقة لكنه إذا ذكر في الاصطلاح الفقهاء يقصد به التصرفات المالية نعم لماذا تصرفت المالية هنا دخلت معنا في المحضون مع أنه مش هو اللي الذي سينفق عليه نعم لأن إذا كان هو سفيها وسيستلم النفقة من غداء وكسوة وما إلى ذلك أولياء المحضون إذن هو يتصرف فيها سيضيعها أي ضيعها بالضبط ولذلك لابد أن نستبعد قضية السفة نعم. عن الحاضن نعم نعم ثم بعد ذلك تأتينا مسألة خاصة إذا كان الحاضن ذكرا نعم. هذا لابد أن يكون عنده من يحضن أن يكون عند زوجة لما كانت فيه الرقيق أن تكون عند زوجة والله سرية أمة نعم. يعني إلى آخره إذن هنا تمعش هناك سريات وإنما لابد أن يكون عند زوجة لأن الحضانة في معظمها ستقوم بها أنثى قلنا صحيح ولذلك إذا كان الحاضن ذكرا لابد أن تكون أيوة زوجة أن يكون عنده من يحضن نعم. من يحضن أي نعم وإذا كانت المحضونة أنثى نعم لابد أن يكون الحاضن محرما طبعا لا أخذ الحيطمة يدير أجنبية عنه لأن تكبر بعدين وتبلو تكبر ستكبر نعم إيه معروف نعم 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 فلا بد أن يكون محرما والله نعم. شيخنا هذه المسألة هذه نقطة لعله نقف عندها قليلا وهو من هو يأخذ أولاد من الحضانة وهو يعني بنت أو ولد يعني يكبر هذا الولد ولا يخبرونه بأنه هذه ليست أمك وهذا ليس والدك يعني فإشكالات نعم. يعيش بيكبر إذا كانت بنت بتكبر مع أولاد ذكور
والرجل هذا الذي أخذها حضنها ليس والدها، فكيف ليس محرما؟ هذه مسألة والله شيخ، يعني يتعامل معاملة المحرم مفروض صح؟ أبدا لا يعني تعامل معاملة المحرم إلا إذا كان يعني الطفل أيوة، إلا إذا كان دخله قضية الرضاع منها هي أو من أختها أو من مثلا أيوة، بحيث صارت محرما ولكن يعني صحيح هذا إيه؟ وإذا كان هو ذكر أيضا حتى مهم هذا، لأنها هو كان في الأول يعتقد أنها أمه صح، وإذا بها أجنبية إيه نعم، هذه إذا تم الرضاع انتهينا المشكلة. أما إذا لم يتم الرضاع فإذا بلغ المحضون ذكرا كان أو أنثى فهو ممنوع على هذه العائلة. لا حول ولا قوة بطبيعة الحال. والله يا شيخ يقع فيها كثير من الناس. يقع فيها كثير من الناس. إيه نعم نعم. يجب أن تبين وتوضح. مهمة هي المسألة نعم. نعم. هذه مسألة مهمة نعم صحيح. لا ولذلك كان أمكن قضية الرضاع انتهينا. وإذا لم يمكن ذلك لازم أخذ الحيطة نعم. لا. ما هو يا شيخ هي أخذتها صغير فتشعر أنها ابنها يعني. ولكن تذكرت مسألة مهمة وهي قضية لا يخبروا بأن هذه أم فلانة ولا أم أبو فلان. إيه بالضبط. لكن سيخبروا يوما ضروري هذا، لأنه سيكبر ويختلط بالمجتمع ويختلط بأنداده ذكورا كانوا أو إناثا، وعندئذ سيفهم الحقيقة. حتى ابن الزنا شاكو الله يعني كذلك سيفهم الحقيقة ولو غطيت ردحا من الزمن. ولذلك هذه جرنا لقضية الزنا وما يجلبه من مآسي على المجتمع بأكمله. الله المستعان. لما هذا يعني ابن الزنا ولا بنت الزنا ولا غيره يعني يكبر ويفهم أنه كذا تصير لحالة نفسية يود أن المجتمع بأسره يشاركه فيها، يتمنى أن المجتمع كله يصير ابن زنا، وهي قضية في البشرية بصورة عامة نعم. ولذلك يعني كثير من الناس يتعجب من حكم الإسلام في قضية عقوبة الزاني، وخصوصا من جريمة عظيمة، جريمة على الشخص نفسه الرجل وعلى أهله وعلى بيئته وعلى المجتمع بأسره. تصور أنت ابن زينة إذا صار حاكما سيجلب المآسي على المجتمع بأسره، كل من تحت حكمه نعم ستلحقه الكارثة. ولذلك عقوبته مساوية تماما لما ارتكبه نعم الزاني نعم، كان محصنا ف الزاني نعم الرجل. ابن الزنا لا ذنب له في ذلك. اي نعم نعم. وفي حديث صحيح يعني شر الزناة شر الثلاثة ابن الزنا. نعم. قال ولذا قالوا كيف ابن الزنا يكون شر الثلاثة؟ قال لا هو قضية أنه هو وصلات المساء فيصبح شريرا بالمناسبة فقط، مش هو عند ذنب مش هو يعني. أما ما لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى لا على ما جناه غيره. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. نعم هذه قاعدة عامة. طيب شيخنا إذا هذه كلها يعني هل تسقط الحضانة أو أن شروط التي يجب توفرها في الحاضن أظنها 6, 7, و8 إذا كان ذكرا السادسة، وإذا كانت المحضونة أنثى فالحاضن يكون محرما. إحنا صحيح في هذا الموضوع. وزادوا شرط آخر في الأمتعة لازم يكون محرم عندما تكون المحضون عندما يكون المحضون أنثى. نعم. وعندما تكون مطيقة النكاح، لأنها كانت طفلة صغيرة ما عندناش مشكلة. نعم. لكن بعدها ستكبر إن لم تمت مثلا، وهنا لذلك هذا السبب اللي يتدخلوا في قضية المحرم نعم إن كانت مطيقة. إذن هذه الشروط شيخنا والله ما زال في شروط أخرى؟ ما زال فيه نعم. أن عدم سكن الحاضن مع من سقطت حضانته
مع من سقط حضانته، واللي تسقط حضانته وتنتقل لغيره ياخذ المحضون، نعم، لكن بشرط الا يسكن معه. لان لماذا اسقطنا حضانته؟ لامر ما، لامر ما، نعم، نعم. لقد يكون غير رشيد، سفاه، يكون والله فاسد، فيش امانه، فيش كل الشروط هذه، نعم، عقل. لذلك كانك انت كررت السكن مع من لا يستاهل ذلك. سبحان الله. نعم، نعم. هو ذا عدم سكنى مع من سقطت حضانته. نعم. ثم بعد ذلك يعني بالنسبه للاناث شرط حضانة الأنثى أن تكون خالية من زوج ما لم يكن محرما للمحظور. نعيد شيخنا. نعم. نعم، شرط الحاضن، شرط الحاضن إذا كانت أنثى، أيوة، ألا تكون ذات زوج، أن تكون خالية من الأزواج. تمام. إلا إذا كان الزوج محرما للمحظوني. تمام. أيوة. تمام. واضح هذا. نعم. واضحة المسألة حتى هذا شرط. نعم، لأن الزوج لما يكون أجنبي، صحيح، نعم، له أثر سلبي في الغالب على الحاضن. نعم، بالضبط، للمحظون، المحظون، آسف، نعم. المحظون. والشارع دائما ينظر للغالب، والشاذ لا حكم له. هو ذاك. طيب شيخنا، لعل نتوقف قليلا عند بعض الشروط هذه التي يجب توفرها في الحاضن، ناخذ بعض المكالمات ثم نعود ان شاء الله تعالى. نعم، اخي عبد السلام من طرابلس، تفضل عبد السلام، تفضل اخي، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم شيخ عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا عبد السلام. حياكم الله، حيا الله شيخ حمزه. الله يحييك يا عبد السلام، اهلا وسهلا يا سيدي، حالكم شيخنا؟ في احد الاخوه يسال لديه زكاه مال ويريد ان يحفر ابار في بعض الدول الافريقيه الفقيره ويضع عليه اسم والدته، فهل يجوز له ان يضع مال الزكاه في هذه الابار يعني؟ بارك الله فيكم. طيب، حاضر يا عبد السلام، حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ هناك متصل آخر ننتظر؟ نعم أخي، نعم، يبدو أنه لا يوجد اتصال. إذن نبدأ مع الشيخ، إذا بدأ مع الشيخ ما فيش حد يتصل، بارك الله فيكم، نعطيكم فرصة مدة 10 ثواني. لا يوجد، إذن نبدأ. أحمد، طيب أحمد، تفضل، تفضل يا أحمد. بالله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا حد ما صلاش الظهر وجاي بيصلي الظهر، لكن كان وقت العصر قريب، دخل المسجد وهو شرع في صلاة الظهر، أقيمت الصلاة لصلاة العصر، هل يخرج من صلاة الظهر ويصلي مع الجماعة بنية الظهر، ولا يكمل الظهر ثم إذا كان الحق على الصلاة يلحق، ولا إذا كان كيف يصلي؟ حاضر، حاضر يا أحمد، تسمع إجابة الشيخ، بارك الله فيك يا أحمد، حاضر. نعم، ميلاد، تفضل أخي ميلاد من سبها، تفضل يا ميلاد. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين بك. حفظ الله. تفضل ميلاد. سؤالي تفضل يا ميلاد. سؤال يا شيخ، هل لي ان كيف هل لي ان اقرا على نفسي، ان ارقي نفسي، وما هي الطريقه؟ هل اضع يد اليمنى ام اليسرى، ام ماذا السنه ماذا قالت يا شيخ في الرقيه عن نفسي؟ يعني شخص باي، حاضر الشيخ، لما قصدي شخص لما يرقي نفسه، حاضر، او يرقي غيره. طيب، حاضر، تسمع الإجابة يا أخي محمد. وهل لأن ميلاد من سبا، لما نقرأ على المية هل نشربها أو أسكبها في الـ في الـ في يعني الحوش ونسيقها؟ حاضر، ماشي، بارك الله فيك. طيب، حاضر يا أخي ميلاد، شكرا، شكرا. أخي محمد من وادي عجمة، محمد تفضل، تفضل يا محمد، مرحبا أخي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بمحمد، يا أهلا وسهلا.
قلت لك انا الله يسلمك يا اخي محمد تفضل. تقريبي صارت لنا مشكله باهي. قلت لك الطلقه المره الطلقه الاولى باهي 15 يوم توفت باهي. ايه باهي إيه؟ وتوفت قصدي تو جماعه ولا قال ما توفتهاش. لكن قالوا لي تورثها الطلقه الاولى هي الطلقه الاولى 15 يوم وتوفت وخوته ما بيش يقتنعوا فيها قالوا ما انت ما عندك فيها اي حق قالوا لي. يعني هو طلقها لها 15 يوم توفت وطلقه واحده طلقه رجعيه قصدك وتوفت صح؟ ما زالت في العده. ايه في العده ايه. تمام بعدين شنو يترتب يعني قصدك عليه على الميراث يعني؟ ايه طلقه رجعيه ايه ايه في العده ايه. حاضر طيب تسمع كلام الشيخ بارك الله فيك. طيب طيب شكرا يا اخي محمد من وادي عجمه. سليمان من القلعه تفضل. اخي سليمان تفضل. اخي سليمان مرحبا بك يا سليمان. سليمان من القلعه تفضل. اخي سليمان انت معي على الهواء مباشره. يبدو ان انقطع الاتصال بسليمان. اذا نجيب على الاسئله ثم اذا كان فيه وقت ان شاء الله تعالى ناخذ اتصالات يا اخي المخرج. شيخنا بارك الله فيكم الاخت حنان اخر اتصال. حنان تفضلي. حنان مساء الخير عليكم. تفضلي حنان. نعم اختي. عندي مساء النور يا اختي مرحبتين بك. الله يسلمك. لو سمحت طيب. تجوز الصلاه بالجوارب للمراه ولا عادي بدون جوارب معناه؟ باهي حاضر. السؤال الثاني شيخ انا جوزي حلف لي عليه باب سور يفتح عليه جيراننا حلف لي عليه بالطلاق قال لي لو تدخلي الباب الاحمر فانا مضطر اني ما تصير حاله وفاه ولا اي شيء ندخل كيف معناه نحل فيه هذا الحلف؟ باهي طيب سؤالك الثالث. لا خلاص شكرا بارك الله فيك. ايه فهمتك 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 يا اختي. طيب شيخنا بارك الله فيكم قبل ان نختم معكم او نبدا في الاسئله اذا كان في شرط شيخنا يجب توفره في الحاضن ننتهي منها ثم ندخل الاسئله. هل عندكم مازال شيء شيخنا شروط؟ اي نعم بالنسبه لنا يعني حكم اذا كان من حق الحضانه لفلان او فلانه وسكت العام عند علم بأن من حقه هو ولم يتكلم خلال العام وربما استلم غيره في المسألة هذه تسقط حضانته سنة وهذه سنة. نعم وهذه سنة من سنة هجرية وهذه نعم وهذه من الأمور التي رجح فيها أن الحضانة حق للحاضن. نعم وإلا فلا تسقط. لكن هذه بعض الناس رجحوا بها أن الحضانة حق للحاضن. أيوة بدليل أن هيدا أسقطها سقطت. عم هذه اللي عندنا هنا مسألة حيوة. أخرى تتعلق ب إذا كان الولي نعم إذا كان الولي يعني سافر وأحيانا يكون الحاضن سافر كذلك سفر نقلة يسموه يعني غير المكان بتاعه تسقط حضانته لأن أن ولي لازم لا بد أن يتصل به. نعم إلا استأذن قال أنا سأسافر ومثلا سينتقل كان وأدن له كان يسافر ما هوش نقلة تجارة والله علم والله غيره فيش إشكال هذا قاعد كما هو. طيب نعم وأما إذا سفر انتقال سفر نقلة غير سكنه كان بعيد يعني هنا معاش بينحرم الولي من رؤية هذا المحضون وبالتالي قالوا هذه تسقط حضانته هذه نقلة. نعم طيب شيخنا إذا نأتي على الأسئلة وإن شاء الله إذا كان في شيء نأجله مرة السابقة القادمة. عبد السلام شيخنا يقول واحد عنده زكاة مال لكن يبي يحفر بها أبار. ها يبي يحفر بها أبار عنده زكاة مال لكن زكاة المال هذه بيحفر بها أبار بيكتب عليها اسم والدته يعني يصح ذلك أم لا؟ لا 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 الزكاة لازم تعطى الأصناف المذكورة. نعم
فما ما مش احنا نتصرفوا فيها. وبالتالي لا انا خدش بها حتى مواد غذائيه وغيرها للفقراء الا عن ظروف معينه ذكرناها في الماضي ايه؟ ونعيدها الان. نعم. هي قضيه اذا راينا ان من تسلم له الزكاه يتصرف فيها تصرف سفيه. ايوه نعم. الحاله هذه ناخذها حاجات ونعطيها لزوجته والله لابنائه والله غيره صح. كان عرفنا ان ما يعتديش عليها فيبيعها من جديد. نعم نعم ايوه. طيب ولذلك لا احنا نعطي للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والله في قلوبهم وفي الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. نعم. كلها هذا هم احرار اذا كانوا فقراء. نعم يتصرفوا فيها. اما احنا ندير بها ابار والله. نعم. والله نعملها في طريق والله مستشفى غير ابدا. معظم العلماء هكذا. نعم الله يحفظكم. نعم. شيخنا اخ احمد شيخنا لم يصلي الظهر ودخل المسجد. اخ احمد إيه؟ دخل للمسجد هو لم يصلي الظهر وقال الله اكبر شو بده يصلي اقيمه الصلاه العصر. فهل يقطع صلاته هدية ويمشي يلتحق معاهم بنية صلاه الظهر ام ماذا يفعل؟ لا عند المالكيه ما تصلحش اذا كان خش معهم دخل معهم في صلاتي هم في صلاه العصر وهو في صلاه الظهر. لا هذه عندهم مساله واحده استثنوها وهذه ما هيش هي قضية تنفع صلاة الظهر قبل صلاة العصر. قالوا إذا كان هو نسي سهى أنه لم يصلي الظهر فدخل مع الجماعة في صلاة العصر وهو ناس تماما أنه صلى الظهر. قالوا في الحالة هذه بعد ينتهي من صلاة العصر يصلي الظهر. هذه قضية عجيبة. تمام. الظهر بعد العصر إيه؟ صلى العصر ثم يصلي كان يستحب له أن يعيد العصر فإن لم يعده فصلاته صحيحة. ما شاء الله جميل. أما الباقي لازم من استواء. لكن في حالة أحمد هذه لا هذه في الحالة يعني إذا كان هو يعرف أن الإمام من الجماعة اللي طولوا يسرع بصلاة الظهر ويدخل معه في صلاة العصر ولو دخل معه في ركعة واحدة تمام. فإن الصلاة تحسب له. جميل. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ ميلاد شيخنا يقول هل لي أن أرقي نفسي وكيف تكون الرقية إذا قرأت مثلا في ماء أشربه أم أسكن في البيت ويعني يسأل رقية باليد اليمنى إذا قرأت نفسي أو أرقيت غيري. أنا لست من المتخصصين في هذا المجال. نعم. حقيقة لكن أعرف منه القليل. فأنا الذي أعرفه أن الماء يمكن أن يشرب ماء المرقى عليه يمكن أن يشرب ويمكن أن يدهن به. ما حكيت أن يجعله في الماء في قضية المنزل قد رأيت لبعض من هو معتن بهذا الشأن يقول يرش به المنزل. يرش به. ما حكيت سيجة وكذا لا أعرفه. طيب. نعم. بالنسبة لليد اليمنى نعم هي المقدمة. وقد رأيت في بعض الآثار أن كلتا اليدين ممكن أن يستعمل ينفث فيهما وينسح بهما على الجسد. نعم نعم. طيب بارك الله فيك الشيخ نفع الله بكم. الشيخنا الأخ محمد يقول قريبتي حت لها مشكلة يعني طلقها زوجها امرأة طلقها زوجها طلقة الأولى نعم لكن ماتت بعد 15 يوم ايه فهل لها في الميراث شيء؟ لا هي ماتت مش هي ايوه نعم مش هو مش الزوج اللي مات. نعم هي ماتت. السؤال انا حسبته هو هل يرثها زوجها؟ هل يرثها؟ ايوه بالضبط. أيوة يعني هذا اللي نعم يرثها زوجها لان طالما هي طلقه رجعيه ويعني ومن انقضتش عدتها ما زالت في عده فهي يعني فالزوج وارث لها ان كان لها مال. نعم. ايوه شيخنا الاخت حنان تسال هل تجوز الصلاه في الجوارب تبي الصلاه في الجوارب للمراه يعني لازم تلبس جورب يعني عندما تصلي ام ماذا؟ والله هذا راي بعض العلماء ان القدمين يعني كانها عوره لكن مشهور مذهب مالك ان الصلاه صحيحه حتى ولو تعرت القدمان يعني مؤخر الرجل. نعم نعم نعم. شيخنا كذلك تقريبا هي نفسها حنان عندها سؤال اخر يقول زوجها حلف لها انها ما تطلعش من الباب اللي بينها وبين الجيران
لو طلعت حلف عليها اليمين طلاق يعني، لو طلعت فهي طالق. قالت كيف مرات نحتاج نطلع كذا، ما الحكم؟ كانت تطلع تطلق يعني. هذا يعني قصدك هذا طلاق معلق يعني؟ معلق ايوه. لو طلعت تطلع تطلق نعم. وش معنى هي الباب اللي بين الجيران بس؟ وكان طلعت له من باب اخر. لا هو هو هذا بناتهم، هو عين لها المكان. قالت تقينا حتى لونه، قال الباب الاحمر يعني كانها عين اللون والمكان والجهه. واذا طلعت من باب ازرق؟ لا مثلا اي اي ما فيش مانع. القضيه قضيه نيه هذه. لا لا القضيه يعني شيء القرينه. هل لا هو لعل شيخ يقصد انها ما تطلعش من باب اللي فيه جهه الجيران، هذا هو يبي يحصرها ما تقابلش الجيران، على هذا هو الهدف. الباب هذا لا ينوى هنا، الباب لا يزيد لا ينقص في المسألة. فكان هذا كان نعم ينوى. ولذلك نبغى نعرفه الحلف هذا هل هو منصب على الجيران نعم. على أعيانهم أو على البيت اللي في جنبهم أو على الباب بالذات، هذا لابد أن نعرفه بس نعرفه على ما علق يمينه. نعم نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا، نسأل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين، بارك الله فيكم ورزق الله الصحة والعافية شيخنا حفظكم الله تعالى. إخوتي أخواتي جئنا نهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. إسلامنا هداية، إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.